كم مرة أرسلت صوتي طلبا لها؟ كم مرة أنهكت جسدي بحثا عنها؟ كم مرة أتعبت قدمي ركضا إليها ولم تأتي؟ أيتها القاسية، أما آن لك أن تليني؟ أيتها العصية الفتية الشقية، أيتها البعيدة، أما آن لك أن تقتربي؟ بذلت كل غال ونفيس من أجلك، فرسان، شجعان، محاربون، مقاتلون، محترفون، موهوبون، وأخيرا حان موعد اللقاء. حان الوقت للتوشح بالذهب، حان الفرح، حان الاحتفال. لذة الإنجاز تمحو كل سنوات التعب، ضحكة الانتصار تنهي كل كلمات العتب. ياه، كم من أجيال مرت، كم من قلوب انكسرت، كم من حظ عاثر لعنا، كم من خطأ عابث مقتنا، كم وكم وكم. كم أتمنى لو كان بيننا من علمنا حب الأهل، كم أتمنى لو شاركنا من بنى هذه القلعة الحصينة. هي بطولتنا، بأيدينا حصدناها، بلاعبينا طوعناها، بطولة دور المحترفين السعودي لكرة القدم أخذناها. نحن أبطالها، نحن فرسانها، نحن الأحق بها. أما الجماهير فما عساي أن أقول لها، أنتم رمز الوفاء، عنوان العطاء، أنتم العزة والأنفة والإباء، أنتم أهل الشدة والرخاء. هو المجد يكتب لأولئك الذين يطحنهم العالم، يقفون كل يوم على ناصية الحلم، يردون بابتسامة ساخرة، ينظرون في عيني العالم مباشرة ويضحكون. بدر الفايز كوب.